ما لا يعطي على غيره، فكشف عن
إدارة الأزمات، إحنا في أزمة، الوطن في أزمة، الشعب في أزمة، القيادة في أزمة، وإدارة الأزمات ده علم، علم علم سهل، مش بس الصلاة والصوم، إدارة الأزمات تحتاج أن تجمع معلومات عما يدرس عشان نخطط يا مولانا كيف نحمي مصر من أعدائها وكيف نعبر بها إلى سر الأمان. لازم كل كيان إن وحدة الصف فريضة، وحدة المسلمين وأهل القتال فريضة. ليه؟ لأن هناك مخطط للتنسيق، تنسيق مصر زي ما مزقوا السودان وزي ما مزقوا العراق، والدور ماشي واستراتيجية الغرب هي اشتراكية الصهيونية هي هي، والدول الأوروبية هي هي، تستهدف الهيمنة على ثرواتنا وأوطاننا وتمزيقها وإثارة الفتن وتنوعها. تحديات خطيرة، تحديات تستوجب أن ينهض كل منها بدوره. العلماء ورثة الأنبياء لا زمام إيجابية، يستشعر الخطر، يستشعر المهمة، وأنا بعتقد في مثل هذه المؤتمرات يجب أن يستشعر الشعب خطورة مصر، ما ينامش حتى مصر كانت 6 مليون مولية، نسأل الله السلامة والعافية، لأن أنا عندي علم وعندي فهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في أذانهم كتب الله لأجبن أنا رسل ربنا مجلس البلاد.